حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا يُنفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يُفدى، وإما أن يُقيد. فقال العباس الا الاذخر فانا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر فقام ابو شاه رجل من اهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه قلت للاوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبه التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم